رشيقي ورشيقات المستقبل، اخباركم ايه؟ اخبار الجيم ايه؟ الجيم يا ولاد الموضوع كبير، احنا محتاجين فعلا صحتنا تبقى احسن ان احنا ننزل نروح الجيم. النهارده رحت الجيم، خدت بقى كلاس كيك بوكسنج عقبال عندكم اللي لقيته الصبح. يعني انا بحب الكلاسز اكتر من التريد ميل، الحاجات دي بحس انها ممله، بس الحقيقه الحاجات التانية اللي هي التريد ميل والحاجات دي بتبقى الطف يعني اقوى للجسم. فانا ببتدي الاول بالحاجات اللي بحبها لغايه ما ايه اجيت هوكت اب كمان وجسمي يبتدي بقى ايه يلين وعضلاتي تتحرك، وبعدها ابتدي اروح بقى للحاجات اللي ايه اللي فعلا فعلا بتاثر في الجسم والشيب بتاعه. فالنهارده رحت لقيت الكلاس اللي موجود هو كيك بوكسنج، رحت بقى وقلت يلا واديله بقى حاجات زي كده ومن ورا ومن قدام. المشكله يا جماعه في الجيم ده اهم حاجه فيه غير بقى الصحه والكلام ده هو الكوردينيشن بين عقلك وايدك ورجلك، دي اهم حاجه. الناس كلها بتعمل حاجه وانا في دنيا تانية خالص، مش عارفه يعني انا مستوعبه ان انا مثلا المفروض اعمل ايدي كده مثلا، بس عبال بقى ما مخي يرسل اشاره لايديا وايديا تعمل الحركه دي يكونوا هم بقى في حته تانية خالص يعني. فما يعني الاشارات بتاعت المخ بطيئه شويه، فالجيم بقى من ضمن الحاجات اللي بتساعدك ان اشارات المخ بتوصل بسرعه لجسمك، فتقدري تعملي حاجات يعني تمشي مع الناس، يعني تحسي ان انت ماشيه معاهم. فدي حاجه. الحاجه الثانيه ايديكي ورجليكي ما لهمش علاقه ببعض. انا شخصيا يعني انا هم مثلا المفروض تعمل في ايدك حاجه ورجلك حاجه، انا يركز في الايدين يركز في الرجلين، تقولي يركز في الاثنين مع بعض اروح واقفه بقى. ما فيش يعني خلاص، ما في، ما هو يا ده يا ده. فاهم حاجه هو التمرين العقلي. بصراحه يا جماعه انا كنت بروح الجيم زمان، مش زمان يعني من كام شهر، يعني مش من زمان قوي، بس يعني كان بيبقى في كوردينيشن كده الواحد عارف بيعمل ايه، وبعدين سرعه الاستجابه يعني الانستراكتور بتحرك بتغير من حركه لحركه وانا معاها بقى، انا متابعه معاها تمام هي بتقول ايه وسامعه وكل حاجه. النهارده هي بتقول حاجه وانا في حاجه ثانيه، انا في الاخر كنت بفكر اقعد على الكرسي واتفرج، لان انا يعني قاعده بتفرج عليهم بيعملوا ايه، يا دوبك عبال ما حد بيعمل حاجه ها هعمل كده يقوم في حاجه ثانيه. بس يلا معلش انا قلت برضو ايه اهو كله تمرين للعقل، هم اهم حاجه في الحياه العقل يا جماعه، الجسم السليم في العقل السليم قصدي في الجسم السليم، فنبتدي بالعقل ونشوف الجسم بعدين. المهم لازم كلنا نروح الجيم او حتى تنزلي تتمشي مع اصحابك حوالين البيت، لازم تعملي اي نشاط تقومي من على الكنبه اللي انت قاعده عليها حتى في البيت. انا في ناس عندهم تريد ميل في البيت ومحدش بيستعملها زي كده، انا عندي بس واخده مساحه الحمد لله وبنضفها عشان التراب ما يجيش عليها، بس هي موجوده عندي في البيت. فدي او ان انت تفتحي بقى يوتيوب تجيبي اي تشانل من اللي بتعمل التمرينات دي وتعمليها. المهم قومي اتحركي، قومي كده من على الكنبه ونطي وتحركي وخلي جسمك كده ينتعش، لان فعلا فعلا يا جماعه الموضوع كبير، وانتظروني.